ليرة ورا ليرة، معي أنا كارولين. مرحبا. بدون أي شك إنه الفقر هو سبب قوي وكبير من أسباب عمالة الأطفال، مشان هيك منشوف هاي الظاهرة منتشرة بكثرة بالمجتمعات الفقيرة وبلدان العالم الثالث، وخاصة بالبلدان يلي مرت بحروب أو كوارث طبيعية أثرت على اقتصادها واستقرار أفرادها. تعالوا نحكي شوي عن العلاقة بين الفقر وعمالة الأطفال. العلاقة بين الفقر وعمالة الأطفال هي علاقة قوية، لأنه الفقر هو السبب الرئيسي يلي بيدفع الأهل إنه يخلوا أولادهم يشتغلوا. بس العلاقة بين الفقر وعمالة الأطفال ما بتوقف هون، لأنه مشاركة الأطفال بالنشاط الاقتصادي رح تكون كمان نتيجتها الفقر. يعني باختصار، الفقر بيسبب عمالة الأطفال، وعمالة الأطفال بتسبب الفقر. كيف؟ خليكن معنا لأشرح لكم كيف. لما الأطفال بيشتغلوا بأجور قليلة كتير، أولاً هذا الشيء بيؤدي لأضعاف فرص الارتقاء الاجتماعي، لأنه هدول الأطفال يلي بأغلب الحالات ما عم بيروحوا على المدارس، ما رح يكونوا بالمستقبل بوضع مادي جيد، لأنه ما عندهم أي شهادة تعليمية تغير وضعهم بالشغل، وبالتالي تغيير وضعهم المادي للأحسن. يعني هدول الأطفال رح يكبروا ويضلوا فقراء. ومن جهة تانية كمان، عمل الأطفال بيسبب ازدياد البطالة ونقص عمالة البالغين، لأنه بهي الحالة كتير من أصحاب العمل بفضلوا يشغلوا الأطفال لأنه أجورهم أقل بكتير، وبالتالي بتقل فرص العمل للبالغين. وزيادة البطالة بالشكل الطبيعي بتعني زيادة الفقر. هاي باختصار العلاقة بين الفقر وعمالة الأطفال، ولازم نلاقي حلول اليوم قبل بكرة لهي الظاهرة، لأنه أثرها الاقتصادي على المجتمع هلأ وبعدين كبير وخطير. ليرة ورا ليرة، معي أنا كارولين.